تشيركيورو اللي قبل 1487 جيت مبنية كنيسية ديديكاتا للسلفاتور في البنينزولا تارينيلا. فيستي باستورالي يندكاو للجران ماسترو جان بيريزو دي لافاليت أردنات وقيح تاعها في الاستاديو الكبير تال 1565 باش ما سيرفيش تاتاركا على رماتا اوتومانا. في 1580 الكنيسية رجعت مبنيت من كلاوديو أبيلا ودافيد بورلو. في 1676 جي مدفون جوا فيها فرا جوفاني بيكي اللي كان ميت بالبستا. عليك في 1680 نبوتيح فرا ماريو بيكي وقع ورجع بنا من جديد دين الكنيسية فوق ديزين تا لورينزو كافان. فيها صار مولومنت بتفخيرة تا فرا جوفاني بيكي في الوقت للكوادرو تيتولاري ليوري السلفاتور جي بيتر من ماتيا بريتي. جان جي مسروق في 1798 ماتور لنبلوك تال فرانشيزي. الفريستا كانت تسير كل سنة في الستة تاوسو بتقسيم تال هوبس معروف بحالا لازيلا. شغل تال ريستاور استنسيف 3 مارسو تال 2009 في الوقت للبوتورة تيتولاري الجديدة. شغل تال باولو كاميليري كاوكي جيت انأوكوراتا من مونسينيور جوزيف غاليا كورمي اسقف اوزيلياريو وفيغاريو جنرالي نار الحد 6 تاوسو تال سنة 2023 في الفستة السلفاتور.